اخويا شاطئ سيدي بوزيد وفهمتي، احسن من الشاطئ هذا الاخر، احسن من البحور الاخرين اخويا، الناس فين اللي كيجيو ناس نقيين، وبعيد شويه على الصداع والعائلات كالما ديالو نقي انت كي كتشور ناحيه نظام منظم، وانت كتشوف السلطه شايره دايرين خدمتهم الحمد لله، ما كاينينش دوك صحاب باراسولات يجي يتزاحم معاك هذا يضركك، هذا ما كان انت كتشوف، ما كاينش هذوك كيدوروا ليه الزور، كتريح كتشوف في البحر راك عارف نتايا. بانينا خويا حنايا جايين من كازا خويا، مخلين بوزنيقه، خلينا محمديه، خلينا بزاف البحوره، وجينا للسيدي بوزيد عارفينو بحر زوين، و من ناحيه كلشي فهمتي، من ناحيه النظام ديال كتشوف كيما باراسولات فهمتي، تنظيم ماشي بحال البحور الاخرين، تعاوم يجيو يشوفوا مرحبا بكم، وراه بحر زوين صراحه. لا لا تنجي جيت لي دابا شي ثلاث المرات في هذا الصيف، هذا شي ثلاث المرات صافي. بالنسبه للبحر، البحر هو بلاصه عائليه بالنسبه لي، عنده الوليدات كيجي يبغي يضحك مع وليداته ويدوز النهار ديالو، الدنيا نقيه، البحر زوين، ماشي الا ماشي على قضيه التهلو، شويه لا مينتاليتي ديال بنادم باقا شويه ناقصه فهمتي. بالنسبه للدراري اللي عندهم عائله ولا عندهم مرته ووليداته، كيجي كيبغي يشوف بغيت منظر، ما غايجيش يبقى حادي مع مرته غيتبسل على واحد، ولا غايجي الدري غيتبسل على بنته ولا اخته ولا حقاش، كل واحد عنده العائله ديالو. فهاد النطاق انا بالنسبه لي انايا قضيه تقدمات شويه. شاطئ سيدي بوزيد زوين، وشال الناس اللي كاينين فيه تما الله يعمرها دار، بالنسبه للتنظيم حتى هو زوين، كلشي كياخذ راحته، كلشي كيعوم، كلشي كيتبرد. ها هو بالنسبه للبحر راه بارد بزاف، بالنسبه اللي زعما البروده طلع سيدي بوزيد، اللي بغى يرتاح مع راسو كاين القهيوات، كاين الماكله، كلشي موجود، اي حاجه كاينه. انا كنجي مره فهمتي، دابا يلا جيت ثاني تبحرت واحد شويه وغادي نهوت انا نمشي للدار ندوز، حيت كامل خمسه مرات كنجي كنضاروا، خاصني نجي لا جيت خاصني ضروري نضرب فيه دويره نطلع عليه وغادي نمشي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.